اهلا وسهلا بحضراتكم، وبرحب بحضراتكم مره ثانيه، وبنرحب بضيفنا النهارده الناقد الرياضي المتميز عمر صبحي، ناقد متميز على الكره العالميه والكره المحليه واي كوره. بصراحه بيتميز بالهدوء، يتميز بالتحليل الراقي. بنرحب بيك معانا يا عمر، مساء الخير عليك. برحب بحضرتك كابتن هاني، وبرحب بكل جماهير النادي الاهلي، ويعني دايما بكون مبسوط وبتشرف جدا ان انا بظهر مع حضرتك. احنا سعداء بوجودك يا عمر، اضافه كبيره لاي مكان. نخش على طول على بطوله دوري النهائي الاوروبي، ويمكن عايز اسالك سؤال قبل ما نتكلم على المباراه. طبعا بعد خروج برشلونه من دوري الابطال وطبعا انضمامها للدوري الاوروبي، كله يعتقد ان برشلونه هو سيحدث هذه البطولة، ولكن البطولة راحت لفريق بعيد تماما عن كل توقعات، فريق فرانكفورت الألماني. شايف إجمالي البطولة إزاي بمفاجأتها، والمفاجأة الأكبر حصول فريق فرانكفورت الألماني على هذه البطولة؟ في بداية المفاجآت كانت خروج إشبيلية من البطولة، لأن إشبيلية يعني هو المتعادل الرسمي لبطولة اليوروب ليج في آخر 10 سنوات. صحيح. بعديها لقينا برشلونة راح من دوري أبطال أوروبا لليوروب ليج، وده كان تأثيره على البطولة، سواء حجم دعاية أو حجم مشاهدات للبطولة أو حجم إعلانات للبطولة زاد جدا بعد تواجد فريق زي برشلونة فيه. اعتقادي الشخصي ورأيي الشخصي إن فرانكفورت فاز بالبطولة لما فاز على برشلونة في الكامب نو. فرانكفورت بجماهير فرانكفورت، بالشكل اللي ظهر فيه الفريق، بالجماعية اللي قدر يعملها المدير الفني للفريق جلاستر، والشكل اللي بيظهر عليه الفريق والتماسك ما بين الخطوط اللي بيحققها الفريق، قلت ساعتها ان فرانكفورت هو اقرب الفائزين للبطولة. وكمان فرانكفورت هو الفريق الوحيد اللي مخسرش في اليوروبا ليج السنة دي او الموسم ده. مشواره كان صعب جدا، ريال بيتيس بيقدم موسم هايل جدا. صحيح. جدا جدا، ومنافس شرس جدا على التأهل لدوري ابطال اوروبا في الدوري الاسباني، وكان بيقدم بطوله هايله جدا في اليوروب ليج. بعديها كان لاعب برشلونه، وشفنا حط اداره برشلونه وجماهير برشلونه في موقف محرج لما حوالي اكثر من 50% من جماهير فرانكفورت سافرت من المانيا حضرت في الكامب نو، كان كانهم بيلعبوا في ملعبهم مش في الكامب نو. كمان الماتش الاخير فوزهم على ويست هام ذهابا وايابا. ويست هام كل الناس بتشوف المستوى اللي بيقدمه في الدوري الانجليزي، ويعامل برضو موسم رائع جدا في الدوري الانجليزي يأهله للبطولات الاوروبيه. كمان فرانكفورت تنوع الاداري او رغبه الاداره في الفوز ببطوله افريقيه بيدل او باين جدا من ترتيبهم بطوله اوروبيه، من ترتيبهم في الدوري الالماني. ترتيبهم في الدوري الالماني هو 11 يا كابتن هاني. صحيح. ما كسبوش في الدوري الالماني من حوالي 15 مارس، فكده كان الفريق منصب تركيزه تماما على الدوري الاوروبي. لو تشوف لعيبه فرانكفورت وهي بتحتفل بعد ما وقعت في القرعه مع برشلونه، تعرف ان اللعيبه دي عندها الدوافع والامكانيات والقدره الذهنيه ان هم يوصلوا النهائي، وعايزين يعملوا حاجه فعلا لفرقتهم، وعايزين يوصلوا النهائي. الفريق هيحصل على حوالي 8,600,000 مكافئات، ده رقم يعادل الرقم اللي صرفوه في الميركاتو. يعني فريق عندهم صرفوا في سوق الانتقالات الصيفيه والشتويه ارقام قليله جدا، بالعكس كانوا بيتخلوا عن لعيبتهم، وقدر في النهايه يحصل على بطوله اوروبيه، وهيتواجد السنه الجايه في دوري ابطال اوروبا. دي خطوه كبيره جدا يا عمر، لان انا من خلال وجودي طبعا هناك في الدوري الالماني لمده 11 سنه، يمكن فريق فرانكفورت دايما من فرق يعني المنطقه الدافئه زي ما بيقولوا، يعني حصل يمكن على الدوري الالماني مره واحده من سنوات طويله، وكاس المانيا 5 مرات في تاريخه. ففرانكفورت دايما نادي خلينا نقول مستقر الى حد كبير، طموحاته انه يوصل للمربع الذهبي كانت قليله جدا جدا السنوات اللي فاتت، فوجوده دلوقتي في دوري ابطال اوروبا السنه اللي جايه وحصوله على مكافئات كبيره دافع كبير جدا للنادي، وفي اعتقادي يساوي كتير اكبر كتير جدا من الحصول حتى على البوندسليغا. يعني بالظبط بالظبط، وجماهير فرانكفورت كانت كلها عملوا بالزبط. ملحمه بصراحه، يعني هم اول بالنسبه لي خط الدفاع الاول. صحيح. هو جماهير فرانكفورت، وهو الفائز الاول بالبطوله، وهو المساند الاول للفريق وال11 لعيب، اعتقد كان اهم من كل دول هو جماهير فرانكفورت.